العلاج الإشعاعي هو علاج موضعي تيجي دائما من بعد الجراحة، يا إما عند النساء اللي تيكونوا استأصلوا غير الورم وخلاو الثدي ديالهم، وإما مي تيكونوا النساء اللي استأصلوا الثدي ديالهم ولكن تيكونوا عندهم عوامل اللي يقدروا يرفعوا من نسبة عودة المرض. الأشعة، العلاج بالأشعة هو ماشي بحال العلاج الكيميائي، تتعطى على حصص متتابعة يوميا من الاثنين الى الجمعة. على الحصة ما تتفوتش 10-15 دقيقة. السيدة ما تتحس بتا شي حاجة، دونك يمكن لها دير الحصة ديالها وترجع المنزل ديالها وتقوم بالانشطة ديالها اليومية بدون مشكل. اللي المهم اللي تنأكدوا بزاف على النساء هو انهم ما خصهمش يحبسوا الاشعة، دونك ملي تتبدا الاشعة خصنا نكملوها الى بغيناها تكون فعالة. العلاج بالاشعة تيمر مع عدة مراحل تحضير قبل ما نبداو الحصة. المرحلة الاولى هي سكانر ديال العبار، وهو مرحله مهمه اللي تنحاولوا نحدوا فيها الوضعيه اللي غتناس عليها السيده. على الوضعيه اللي غتناس السيده ستكون وضعيه مريحه وتتلائم مع الفيزيولوجيه ديال كل سيده، وهي الوضعيه اللي غتعاودها في جميع الحصص. من بعد الطبيب المعالج تيحاول انه يحدد الانسجه والاماكن اللي غتلقى الاشعه والاماكن الخلايا السليمه اللي خصنا نحميوها من الاشعه. من بعد تيجي الفيزيائي الطبي لحساب الجرعات والبحث على الطريقة الأمثل اللي باش نوجهو الأشعة غير الورم ونحميو ما أمكن الأنسجة اللي كاينة أطوغ ديال الورم.